النهارده ان شاء الله هنبتدي اول تيتوريال سيشن في الكورس، وطبعا التيتوريال سيشن هي اوبشنال، يعني طبعا هي مش جزء من الكورس، يعني مفيش عندنا وقت للتيتوريال، المفروض وقت التيتوريال يبقى معمل، بس طبعا عشان المعمل دلوقتي بقى كل اسبوعين، فعندنا فرصة ان احنا نقدر ناخد شوية مسائل اضافية تساعدك انك انت بعد كده تستعد للاختبار. فاول سؤال: Consider the problem of designing a defibrillator for monophasic operation if it is desired to have an output voltage peak of not more than 4000 volt. Calculate the minimum value for the capacitor to be used. Assume missing information from realistic work condition. يا أول حاجة، إحنا دلوقتي عندنا voltage، وعارفين إن إحنا عندنا الانرجي اللي إحنا بنخزنها بتبقى نص سي في سكوير ككاباستور، اي كاباستور بيبقى كده. النقطة احنا عندنا الـ V موجود، الـ E مش موجودة، مش معطاة، بس قايل لك assume missing information from realistic work conditions. اوكي؟ محتاجين الـ E علشان نقدر منها نحسب الكاباستنس اللي احنا محتاجينها للـ equation دي. الفكرة بقى ان احنا عندنا هنا من المعلومات المعطاة في المسألة ان احنا بنتكلم على monophasic operation. من الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره بالنسبه للمونوفيزيك اوبريشن، احنا دايما بنشتغل 360 جول. اوكي، بعكس البايفيزيك اوبريشن. البايفيزيك بنبتدي قليل ونكبر نعلى لغايه لما نوصل في الاخر ماكسيمم يبقى 360 جول. فمعنى كده انا ممكن اسيوم ان دي على طول انرجي بتاعتي 360 جول، وبتساوي نص الكاباستنس اللي انا عايز احسبها في 4000 سكوير. اوكي، ونقدر منها على طول نقدر نجيب الكاباسيتنس بتساوي كام. هل نقدر نحسبها كده ونشوف هتطلع بتساوي كام؟ حد حسبها؟ لو حسبتها هتطلع بتساوي حوالي 45 مايكرو فاراد. اوكي، يعني كاباسيتنس هتساوي الكلام ده. يعني بمنتهى البساطه هتحط، يعني مجرد عايز تحط السي في جانب وبقيه الحاجات الاخرى في جانب، بمنتهى البساطه يعني. هل الفكره واضحه؟ لو في اي اسئله من فضلك اسال على طول. دكتور، لو كان باي فيزيك اختار قيمة من 1 ل 360، يعني لا، غالبا لازم اديها لك، يعني لان يعني في الحاله دي انت القيمه بتاعت الكاباسيتنس هتتغير بتغير الانرجي. اوكي، unless ان انا اكون طالب منك حاجه بالنسبه للكاباسيتنس. اوكي، يعني اقول لك مثلا عند الماكسيمم انرجي او حاجه زي كده عشان اقدر ادي لك الاي، لان انا لو بتكلم على المينيمم فاليو للكاباسيتنس هتتغير لو الاي دي اقل من الماكسيمم. اوكي، فلو هي باي فيزيك لازم ادي لك معلومه اخرى، معلومه اضافيه علشان تقدر تحدد الانرجي بتساوي كام. يا اما اديها لك اكسبليسيتلي، يا اما ادي لك قيمه الانرجي اكسبليسيتلي. اوكي، هي هنا السؤال ده علشان بس يعني ينبهك ان المونوفيزيك ده حاله خاصه. المونوفيزيك عارفين الانرجي بتاعته وقايل لك انا انك انت تقدر اسيوم فروم رياليستيك وركينج كونديشنز. انت عارف ان ان رياليتي بالنسبه للمونوفيزيك اوبريشن هي دايما حاجه ثابته ما بتتغيرش. اوكي، فبالباي فيزيك لازم ادي لك، يا اما ادي لك معلومه اضافيه بالاضافه لكلمه باي فيزيك، يا اما ادي لك الانرجي صراحه. فهل طريقه الديزاين بتاعت الكاباسيتنس معروفه بالنسبه لكم؟ لان كان في حد سال بالنسبه لقيمه الكاباسيتنس بتساوي كام في يعني ان رياليتي في الاكشوال يعني ديفيبريليتورز. زي ما انت شايف كده، لو احنا بنتكلم على 4000 فولت مثلا، بتتكلم على ان انت، وطبعا 360 انرجي ماكسيمم، بنتكلم على ان انت على الاقل محتاج ال 45 مايكرو فرادز. اوكي، تمام. وطبعا الايكويشن بتاعت الانرجي هي اوريدي انت اخذتها اوريدي في ال 306، واوريدي شفناها في المحاضره بتاعت الديفيبريتور، فاتس فيري ستريت فورورد بالنسبه للجزء ده. طيب السؤال الثاني:
if the oxygen partial pressure، انا جايبك اسئله مختلفه من اماكن مختلفه عشان تبقى متعود على النظام بتاع الاختبار اللي هيجي لك، يعني اختبار هيجي لك في حاجات ممكن تبقى من حاجات مختلفه ورا بعض، يعني مش لازم يبقى كل حاجه متقسمه. احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع الاكسجين بيتنقل ازاي داخل الدم، واتفقنا ان الاكسجين بينتقل يا اما من خلال الهيموجلوبين يا اما من خلال اللي هو يبقى ديزولف في البلازما. والكونتنت ارتيريال اكسجين اللي هي سي اي او 2 فيها الجزء الاولاني ده اللي هو يعني بيحسب القيمه اللي بتنتقل من خلال البلازما، من خلال قصدي الهيموجلوبين، وبتعتمد على قيمه الساتوريشن بتاعتك بتساوي كام، وقيمه الساتوريشن دي على فكره بتعتمد على البارشال بريشر بتاع الاو 2 بي ارتيريال او 2. اوكي، وبالاضافه للجزء الثاني اللي هو خاص بالبلازما. هو في السؤال ده بيسالك على البلازما بس، ما بيسالكش على الجزء ده، هو مش عايز ده دلوقتي، هو عايز بس الجزء اللي بينتقل عن طريق البلازما. زي ما انت شايف كده الانتقال عن طريق البلازما بيعتمد تماما على الارتيريال اوكسجين كونسنتريشن، الارتيريال اوكسجين بريشر، البارشل بريشر بتاع الاكسجين في الارتيريال سايد اللي هو البي اي او 2. انا مديهولك صراحه هنا كده ان هو 100 ملم مركوري، ومن الايكويشن دي كده بيسكلي بتدي لك الكونتنت بتاع الاكسجين او 2، الكونتنت بتاع الاكسجين في الارتيريال سايد بيساوي الكلام ده. فعلى طول انا عندي اوريدي ال 100 دي موجوده، فبيسكلي اقدر على طول مباشره اقدر احسب الايه الكلام ده من الايه من الايكويشن، من البارت ده من الايكويشن. فمعنى كده يطلع في الاخر 0.3. اوكي، لو في اي حاجه مش واضحه تاني من فضلك من فضلكم اسالوني. المفروض التيتوريال ده الحاجات اللي بتكلم فيها يعني مهم انك انت تفهمها، فيعني مش بنكفر ماتيريال، يعني ممكن ان احنا ناخد حاجات قليله بس نبقى فاهمينها. اتفضل دكتور. بالنسبه للجزء الاول من الايكويشن، متى نقدر نستخدمه ومتى نستخدم الاثنين مع بعض؟ لا، وده بيستعمل على طول، بيستعمل على طول، بس انا دلوقتي كنت طالب بس الجزء الثاني، انما عاده لازم نستعمل الاثنين، لازم عشان نحسب التوتال كونتنت بتاع الاكسجين في الاخير لازم نستعمل الاثنين، بس انا هنا بس كنت عايز بس الايه الجزء اللي كان باي بلازما، عشان بس يعني السؤال بيطلب كده بس ما طلبش حاجه ثانيه اضافيه. طيب يعني لو انا عايز احسب التوتال هيفضل لو جاء السؤال مثلا بس الجزء الساتوريتد احسب اليسار بس اسحب اليمين ما احسب. لو انا كنت بقول لك الجزء اللي هو بينتقل عن طريق الهيموجلوبين يبقى ساعتها تبتدي تحسب الجزء ده بس لوحده. تمام. لو جايب لك معلومات الاثنين وطالب منك الكونتنت بتاع الاكسجين في الارتيريال سايد يبقى محتاج ده كله، محتاج تحسب الاثنين زائد بعض. تمام، شكرا. يعني لازم تشوف ايه اللي مطلوب، يعني ممكن انك انت تتلخبط هنا ان انت تقول ال CaO2 في حاجتين بس انا ما عنديش غير حاجه واحده بس ما اقدرش اجيب الحاجه الثانيه دي، بس بص هنا كده مكتوبه carried by plasma explicitly، فانت لازم تبقى عارف الايكويشن دي ايه المكونات بتاعتها. في مكون ملوش علاقه بالبلازما خالص، فمعنى كده مش هو ده اللي مطلوب عندي في السؤال ده. السؤال الثالث بيتكلم بقى على الجزء اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، احنا كنا بنتكلم على الاير بيبقى الكومبوزيشن بتاعه حاجه بالشكل ده كده، بيبقى مثلا الاكسجين فيه بيبقى 21% الفراكشن بتاع الاكسجين فيه الاير بالشكل ده كده. احنا بنتكلم بقى ان احنا اضفنا عليه الووتر فيبر زي ما كنا بنتكلم، احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا الهواء اللي جاي من بره من الفنتيليتور بيبقى ستاندرد تمبرشر اند بريشر دراي. اوكي، فاحنا دلوقتي لما بيدخل داخل الجسم يبتدي يضاف عليه الووتر فيبر من الميوكس ممبرينز، ويبتدي درجه حرارته ترتفع بحيث ان هو يبقى في الاخر يتحول يبقى بادي تمبرشر اند بريشر ساتوريتد. ساتوريتد معناها ان هو خلاص التشبع ببخار ما يبقى الرطوبه بتاعته 100%. اوكي، فلما يكون الرطوبه على فكره بتعتمد على درجه الحراره بس، فمعنى ان انا وصلت درجه الحراره بتاعتي اللي هي البادي تمبرتشر يبقى الساتوريتد ووتر فيبر بيبقى بيسكلي البارشل بريشر بتاعه بيبقى 47 ملم مركري. اوكي، ف
لما بيعمل كده يبقى معنى كده التوتال بريشر بقى اللي هو الاتموسفيريك بريشر اللي هو 760 بقى بيسكلي بطرح منه ال 47 ملم مركر دي عشان هي بيسك بقت جزء من الكومبوزيشن بتاعي دلوقتي بقت جزء من الهواء اللي داخل. فمعنى كده طالما حجزت منه الكلام ده يبقى معنى كده اللي فاضل بقى زي ما يطلع يطلع هنا مثلا يطلع كام يطلع 713 تمام 713 ملم مركري الجزء ده هو فيه بقى الكومبوزيشنز دي اوكي. فاحنا بيسيكلي لما بنتكلم على البارشل بريشر طبعا الكلام ده الاتموسفيريك بريشر هو بي بارامتريك اوكي بارامتريك بريشر اللي هو 760 اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. فبالتالي انا دلوقتي مدي لك ان في عندي لو قلنا سي ان دي مثلا هي الووتر فيبر دي اوريدي 47 ودي 476 زي ما كنا بنتكلم. الباقي بقى كل واحد من دول هي البارشل بريشر ده بتاع الاو 2 ده بتاع الان 2 ده بتاع وات ايفر بقى كل الحاجات اللي موجوده عندنا في الكومبوزيشن بتاع الاير. فلو عايز احسب دلوقتي البارشل بريشر اوف اكسجين هو باي ديفينيشن هو عباره عن حاجه بالشكل ده الكونسنتريشن بتاعه اللي موجود تايمز البريشر بتاع الحاجه المجموع دول كلهم. فهنا دلوقتي لو انا بتكلم على اللي فاضل هنا ده هو عباره عن الاير دلوقتي بقى 713 بس ان الباقي ده بقى دلوقتي H2O اللي هو ال 47 فمعنى كده البارشل بريشر بتاع الـ O2 هيبقى بيساوي 21% تايمز ال 713 اوكي يطلع بقى وات ايفر هيطلع بيساوي كام غالبا هيطلع هنا بيساوي حوالي مثلا نتكلم على تقريبا 150 ممكن احسبها 713 في هيطلع حوالي 150 يعني 150 149.7 تمام هي تقريبا 150 هي تقريبا كده تمام. فمعنى كده لو شفنا دلوقتي البارشر بريشر بتاع الاكسجين وعايزين نرجع تاني البرسنتج بتاعته بقى في المويستشر او في الاير اللي هو ساتوريتد بووتر فيبر هتلاقي بيسيكلي الكونسنتريشن بتاع الاكسجين اللي هو سي O2 اللي هو concentration بتاع الأكسجين اللي هو زي السي اللي هنا موجودة هنا دي concentration ده هي بتساوي البارشر بريشر بتاع الـ O2 ده على البارامتريك بريشر هيطلع في الآخر 150 على 760 ده بقى الكونسنتريشن الجديد بعد ما بقى saturated فهيطلع بيساوي كام؟ هيطلع تقريبا بيساوي 19% أوكي؟ فهتلاقي ان انت بعد ما اتضاف بخار المية على الـ على الهواء الجاف اللي جاي من الفنتيليتور نسبة الأكسجين قلت علشان دلوقتي بقى في مكون إضافي انضاف اللي هو الووتر فيبر فبقى دلوقتي نسبة الأكسجين في الميكسشر دوت بقت 19% بدل ما كانت 21% أوكي. فممكن في سؤال زي كده لو احنا عايزين البارشل بريشر يبقى على طول بتحسب الإكويجن دي ده البارشل بريشر بتحسب هنا البارشل بريشر بتاع كومبوننت واحدة هي الجزء ده بس الكومبوننت التانية ده كومبوننت تالتة وهكذا مجموع بتاعهم كلهم هو البارامتريك بريشر. لو انا قلت لك عاوز مش عايز البارشر بريشر بتاع الاكسجين بقى في الميكشر قلت لك عايز الكونسنتريشن اوف اكسجين ان ذا ميكشر يبقى ساعتها بعمل كده بعد ما احسب البارشر بريشر ده برجع هنا اعمل ايه اعمل الكلام ده. او ممكن ان انا اخد من الاول خالص كده انا عندي دلوقتي النسبة بتاعت الأكسجين 21% لو ضربتها دلوقتي في نسبة الهواء للميكشر اللي هو 713 على 760 هتدي لك نفس القيمة. ليه؟ لأن أنا بيسيكلي يعني الجزء الأساسي بتاعي اللي هو كان اللي فيه الهواء كان زمان 760 دلوقتي بقى 713 فمعنى كده أنا دلوقتي 21 ممكن أعتبرها مثلا زي ما كنا بنعمل مقص كده عندي 21% دي كانت لما التوتال بريشر كان 760 انا مش عارف هي كام لما بقى 713 فمعنى كده هتلاقي ان انت بيسيك تضرب دي في دي على دي عشان تجيب الايه الكونسنتريشن الجديد بتاعك بيساوي كام. هي نفس الحاجه لو انت حسبت اوريدي البارشر بريشر بيساوي كام على طول تقدر تجيبها بقى بنسبته لي نسبته لي البارامتريك بريشر.
if blood hemoglobin content is 15 جرام بير ديسي لتر، وعلى فكره الهيموجلوبين بيبقى وحداته كده، يعني ده الهيموجلوبين ده اللي احنا موجود عندنا ده كميته قد ايه؟ عاده الوحدات كلها بتبقى بير ديسي لتر، اوكي؟ يعني كل الحاجات اللي احنا بنطلعها بتبقى كلها ديسي لتر في الاخر، يعني بير ديسي لتر. What would be the ratio of the oxygen content carried by the hemoglobin to that dissolved in plasma with PaO2 of 100 millimeter mercury and SaO2 of 90%؟ هنا بقى بنحسب الاثنين، بس هو انا طالب منك الراتيو بتاع ده على ده، عايز اعرف نسبه ده لده كام. فعندنا هنا الايكويشن تسمح لنا احنا نحسب، او كل المعلومات اللي مديها لنا هنا تسمح لنا نحسب كل حاجه. هنا ده 15 هيتحط زي ما هو كده، لان هو وحداته هي المفروض تكون كده. ال SaO2 بحطها على طول 90%، يعني نحط دي 90. ال PaO2 موجود عندنا ب 100، فمعنى كده الجزء ده هيطلع 0.3، الجزء الثاني ده هيطلع بحوالي كام؟ 1.34 تايمز 15 تايمز 0.9 هيطلع ب 18. يبقى معنى كده نسبة اللي كاريت باي الهيموجلوبين كاريت باي على كاريت باي بلازما بيساوي 18 ستة. ايوه مظبوط، على 0.3 تطلع فعلا 60.3. اوكي، ممكن في نفس المساله دي ممكن اقول لك احسب لي دي، اوكي، ما اقولكش احسب لي ال يعني احسب لي الريشيو، ممكن اقول لك احسب لي على طول الكونتنت بكام وخلاص. يبقى دي بقى سؤال ابسط بكثير، اوكي، هتحسب الاثنين وتجمعهم زي بعض وخلاص. اوكي، هو السؤال ده الحقيقه مهم بالشكل ده عشان يوري لك ان اهميه الهيموجلوبين. اوكي، الناس اللي عندهم نقص حديد، اللي عندهم انيميا، بيبقى عندهم مشكله ان الحديد قليل، فالريجنريشن بتاع الهيموجلوبين، لان هو محتاج يبقى فيه بيسيكلي عنده 4 مولكيولز من الحديد لازم يكونوا موجودين علشان يقدر بيهم يعني يعمل بايندينج، فيزيكال بايندينج مع الاكسجين مولكيولز. فلو في نقص في الهيموجلوبين بيبقى في مشكله كبيره في الترانسبورتيشن اوف اكسجين، لان بيسيكلي البلازما ما يقدرش يشيل الكميه اللي احنا محتاجينها. بقول لك 60 مره اللي بيتشال على الهيموجلوبين، 60 مره قادر بيشال في البلازما. فمعنى كده لو حصل نقص لاي سبب من الاسباب في الهيموجلوبين بيبقى عندنا مشكله كبيره في التنفس بالنسبه للاكسجينيشن، بالنسبه للخلايا بتاعه الجسم. دكتور اتفضل. ديسي لتر نتكلم عن 100 ملي، ديسي لتر اللي هي بنتكلم على عشر، يعني عشر دي سنتيمتر واحد على 100، ديسيلتر واحد يعني تبقى 100 ملي، صح؟ صح، ديسيلتر هي 100 ملي مليلتر. دائما الهيموجلوبين يعني هذا وحده قياسه جرام على ديسيلتر. ايوه، هي دي الوحده الستاندرد. ايوه، هي على الاقل في الايكويشن دي هتلاقي ان هو حاطط كل اليونتس بالشكل ده. اوكي، يعني لازم اليونتس بتاعتها تبقى بالشكل ده كده. طيب تمام دكتور. سؤال اللي بعد كده، explain why the measurements of expired خلي بالك من الكلمه دي مهمه، هيبقى لها significance. Tidal volume from the mechanical ventilator are different from those from the respiratory mechanics module close to the patient. اوكي، خلي بالك من حاجه مهمه قوي. احنا دلوقتي البيشنت يعني الفنتيليتور المفروض هنا مثلا، ده الفنتيليتور والبيشنت هنا، اوكي، وبيسكلي انا ببعت الهواء اللي هو بتاع الانسبيريشن وباخد من هنا الهواء بتاع الاكسبيريشن. اوكي، طيب انا لو جيت قست هنا او قست هنا، ايه الفرق؟ النقطه بالنسبه للاكسبيرد اير في فرق واحد بس، بالنسبه للانسبيرد اير في فرقين. اوكي، يعني في الانسبايرد اير احنا لسه قايلين من شويه ان احنا عندنا الحاجه الكونديشن هنا عند الفنتيليتور بتبقى ستاندرد تمبرتشر اند بريشر دراي. اوكي،
بنحتاج بعد كده، او لما البيشنت بيوصل له الهواء دوت المفروض بيبقى يعني بشكل ما بنحاول ان احنا، او هو دايما وهو داخل الهواء بيحصل له وورمنج، ويحصل له يعني بيضاف عليه الووتر فيبر، فبيتحول هنا يبقى body temperature and pressure saturated. الفكره بقى في الاكسبايرد اير، اوكي يعني بيسك لو بنتكلم عن الاكسبايرد جاس بيبقى في عندنا فرقين دلوقتي، فرق تمبرتشر وفرق ايه ووتر ساتوريشن او الووتر فيبر ساتوريشن. ففي فرقين دلوقتي. بالنسبه للاكسبايرد اير هو اوريدي طالع body temperature and pressure saturated، هو طالع من الجسم كده، اوكي على بال ما يوصل هنا ايه اللي هيحصل؟ هل هيفقد الووتر مويستشر بتاعه؟ هل هيفقد اللي هو الووتر فيبر الموجود فيه؟ مش هيفقد الووتر فيبر، اوكي ده الفرق الاساسي بقى، ان الحاجه اللي بتيجي هنا من البيشنت بتيجي عشان توصل هنا بتيجي saturated برضو، بتيجي هنا تبقى standard temperature and pressure saturated، لان هو جاي اوريدي ببخار الميه، اوكي فالفرق الاساسي اللي بيبقى موجود بين النقطه اللي عند البيشنت اللي هي ببقى حاطط فيها respiratory mechanics موديول، بيبقى درجه الحراره قريبه من البيشنت بتبقى basically body temperature، في حين ان انا لو قست عند الفنتيليتور درجه الحراره عند الفنتيليتور بتبقى درجه حراره الغرفه اللي هي مثلا بنتكلم على 22 درجه مثلا، حاجه في الحدود دي، هنا بيبقى 37 درجه. اوكي فلو انتم فاكرين الايكويشن الاساسيه بتاعت الغازات الايديال جاسز بي في بتساوي ان ار تي، بيسكلي انا دلوقتي بتكلم على ان القياسات بتاعتي عاده بتبقى يا اما بريشر يا اما فوليوم، في الاخر لو اتغيرت التمبرتشر الدنيا كلها هتتغير. بيسكلي انا عاده بقيس الفوليوم، بقيس الفلو ريت مثلا، اوكي فمعنى كده البريشر بيبقى ثابت، في يعني لو انت بتقيس البريشر هنا وهنا وفي الاخر بيبقى في البريشر ما هوش داخل في الموضوع، مش هيتغير بدرجه حراره، اوكي اللي بيتغير بدرجه حراره هو الفوليوم عاده. فبنتكلم على ان انت وانس ان انت غيرت درجه الحراره بقى القياس هنا غير هنا خالص، اوكي فالسؤال ده بس بينبهك ان انت ما تعتبرش ان انت عندك دايما عند الفنتيليتور ستاندرد تمبرشر اند بريشر دراي، لان الجزء الاكسبايرد بيبقى جاي معاه اوريدي بخار الميه بتاعه، اوكي بيبقى جاي من البيشنت فيه بخار ميه، فمش هيفقد بخار الميه وهو ماشي، اوكي فهيمشي ببخار الميه ده لغايه لما يوصل للفنتيليتور. فقياس الاكسبايرد جاس هيختلف عن الجزء او القياس اللي جاي من الريسبيراتوري ميكانكس موديول في درجه الحراره بس. الانسبايرد اير لا بيتغير يعني درجه الحراره والساتوريشن بيفرقوا معاه. هل الفكره واضحه؟ فالاجابه على السؤال ده هنا بنتكلم على تغير درجه الحراره بين التو سايز، بين الريسبيراتوري ميكانكس موديول اللي هو قريب من البيشنت وبين الفنتيليتور اللي هو درجة حرارة الموجودة فيه بتبقى درجة حرارة الغرفة. الفكرة واضحة؟ طيب اوكي انا اسيوم الفكرة واضحة unless ان انت تقول لي otherwise، اوكي عشان بس ما يبقاش في بوز كده، ما بقاش منتظر، وما يعني ناس ما يعني مش لازم تضطر ان تجاوب يعني، اوكي تمام. السؤال السادس، if the gas mixture، على فكره الاسئله دي كلها ممكن مش شرط تجيلك مساله، ممكن تجيلك سؤال ام سي كيو مثلا، فالفكره نفسها عايزك تبقى واخد بالك منها، بس بنبهك لبعض الحاجات كده النقاط الفنيه اللي موجوده علشان تبقى يعني اوير بيها. If the gas mixer in the ventilator mixes 1 liter per minute O2 مع 1 liter per minute air, what would be the resultant O2 concentration as a percentage in the gas mixture? أنا عندي دلوقتي basically ده الميكسر أهو كده، غرفة ميكسينج. Okay, مدخل هنا 1 liter per minute O2 ومدخل هنا air، نفس الكلام برضو 1 liter per minute air. اوكي okay. عايز اعرف في الاخر الحاجه اللي طالعه دي، اوكي okay. ممكن اطلب منك حاجه كتير اكشوالي، بس انا عايز هنا منك الكونسنتريشن. انا عايز اعرف هنا عاده ممكن ابقى عايز الفلو ريت، اوكي الفلو ريت عاده بتبقى في دوت بتساوي كام، ممكن اطلب منك الكونسنتريشن بيساوي كام بتاع الاكسجين، لان هو ده مهم، اوكي okay. لان بيسكلي انا دلوقتي الاير انا لسه كنت بتكلم عليه دلوقتي هو 21% اكسجين، الاكسجين 100% اكسجين،
انا عملت ميكسنج للاثنين، فاتوقع ان انا النتيجه بتاعتي مش ممكن تقل عن 21%. انا دلوقتي جبت اير في 21% اكسجين، هل ممكن ان الكونسنتريشن بتاع الاكسجين يقل لما اضيف عليه اكسجين؟ انا ضفت اكسجين، يعني بمعنى دلوقتي بقى الكميه اللي موجوده اكبر. فالمينيمم اللي انا ممكن اوصل له في الميكسر هو ال 21% بتاعت الاير، اوكي؟ لا يمكن يقل عن كده في الاوتبوت بتاع الميكسر، ولا يمكن يزيد عن ال 100%. لان بيسكلي انا بتخيل دلوقتي ان انا يعني لو انا حطيت انفينيت اماونت اوف اكسجين، يبقى معنى كده لما اخلطه مع اي كميه محدوده من الاير هيبقى خلاص الاكسجين بقى اولموست 100%، انما عمره ما يزيد عن 100%. مفيش حاجه اسمها اكتر من 100% اصلا. فخلينا نحاول نحسب الاثنين دول، اوكي؟ نحسب الاثنين دول هيساوي كام. هو طبعا في عندنا ايكويشنز ممكن نحطها عشان نحسب الكلام ده. انا اول حاجه يعني خلينا نحط كده الفلو ريت بتاع الاكسجين اللي داخل، يعني اللي داخل هنا عندنا اكسجين قد ايه. فالاقي ان انا عندي اكسجين بتاعي هو 1 لتر بير مينت، كل الوحدات بقى لتر بير مينت، 1 في 100% زائد 1 في 21%، يبقى الكلام ده هيساوي كام؟ 1 زائد 1.21، صح كده؟ لتر بير مينت، صح كده؟ في الاوتبوت. طب هل الاوتبوت بتاعي لسه واحد؟ لا، انا عندي دلوقتي دي الايكويشن الاولانيه بتكلم على الاو2، الاو2 كونتنت بيساوي كام. طب بتكلم بقى على التوتال كونتنت. انا دلوقتي عندي غازين بدخلهم، يعني ريجاردس ايه الغازات دي، بعمل لها ميكسينج. لو مدخل 1 لتر و1 لتر يبقى معنى كده اتوقع 2 لتر في الاوتبوت. فالتوتال فوليوم بتاعي هو بيساوي، او الايكويشن بتاعته هي عباره عن الاولاني زائد الثاني، يبقى يعني بتساوي 2 لتر بير مينت. ده الفلو ريت بتاعي، اوكي؟ انا مدخل غازين مش هيحصل لهم ان هم لما اضيف لتر على لتر هيبقوا لتر ونص، هيبقوا الاثنين لتر برضه ستيل موجودين، اوكي؟ فمعنى كده الايكويشن الثانيه دلوقتي ان عندي 1 لتر بير مينت جاي لي من الاولاني زائد 1 لتر بير مينت من الثاني، يبقى التوتال 2 لتر بير مينت. الكونسنتريشن بتاع الاكسجين بقى يكون بيساوي كام؟ 60.5%. مظبوط، صحيح. يبقى هو عباره عن ال 1.21 دي على 2 اللي هي تبقى في الاخر، فعلا طبعا في الاخر في المية تبقى 60% تقريبا، 60 بوينت وات ايفر، اولموست 60% خالص، اوكي. الفكره انت دلوقتي بتعمل، يعني الفكره بتاعه المساله دي conservation of mass، اوكي؟ الحاجه اللي داخله هتطلع زي ما هي، مش مفيش حاجه هتاكيوميليت جوه. فمعنى كده في عندي كميه معينه من الاكسجين هنا وكميه معينه من الاكسجين هنا، مجموعهم هي الكميه اللي طالعه. في عندي الفوليوم طبعا، يعني بالنسبه للماس احنا بنقول هنا فوليوم، بس ستيل برضو الفوليوم والماس الاثنين بروبورشنال لبعض، ان ما حصلش كومبريشن، ما قلناش ان احنا ضغطنا الهواء ده، اوكي؟ احنا بس مجرد جمعناهم مع بعض وبعتناهم خلاص. فمعنى كده ان يعني الدنسيتي بتاعته ثابته، فمعنى كده الفوليوم بروبورشنال للماس، اوكي؟ ففي الاخر احنا اللي عملناه حطينا ايكويشن للكونتنت بتاع الاكسجين او كميه الاكسجين اللي موجوده كام في الانبوت، وقلنا دي بتساوي الكميه اللي موجوده في الاوتبوت، وقلنا التوتال فوليوم اللي داخل هو نفس التوتال فوليوم اللي خارج. لو ما كانش كده يبقى معنى كده انا عملت حاجه فيها تغيير في البريشر، او احتفظت في حاجه جوه الميكسر، او زودت حاجه من الميكسر، والكلام ده كله ما هوش اللي احنا بنعمله، اوكي؟ فعندي دلوقتي تو ايكويشنز، خلاص انا كده منهم قدرت احسب نسبه الاكسجين كام. طيب لو انا قلت لك العكس بقى، لو انا قلت لك عكس المساله دي، لو انا قلت لك انا عايز دلوقتي اعمل ميكسينج، تعالى اجيبها لك في ورقه ثانيه عشان تبقى واضحه، عشان دي مساله لطيفه. لو انا قلت لك دلوقتي calculate flow rates for O2 and air such that a concentration of oxygen at
mixer output is 50%. اوكي okay. احنا دلوقتي عكس بقى المساله اللي احنا كنا بنعملها دلوقتي، عندنا ده مش عارفه يعني مثلا نسميه، خليه مثلا نحط رمز سهل عشان بس ما يبقاش لازم نحط في دوت وكلام من ده، اسميها اف مثلا، اف اف 1 اللي هي بتاعه الاو 2 فلو ريت يعني، واف 2 للاير، والاثنين دول لتر بير مينيت. اوكي وانا عايز اطلع هنا الميكستشر دوت الكونسنتريشن بتاع الاكسجين، كونسنتريشن الاكسجين فيه بيساوي وات ايفر، بيساوي 50%. اوكي وخلينا كمان ندي معلومه اضافيه ان انا عايز اطلع الاوتبوت از 50% ات فلو ريت اوف مثلا 1 لتر بير مينيت. اوكي يعني انا بطلع من هنا الفلو ريت هنا اف 3 بيساوي 1 لتر بير مينيت. اوكي فبيسيكلي هنبتدي نعمل نفس الحاجات اللي احنا عملناها بالعكس بقى، يعني عندنا هنا دلوقتي الحاجات جيفن هنا والحاجات اللي الناحيه الثانيه اللي هي الانبوت مش موجوده. فبيسيكلي اللي هنعمله هنحط نفس الايكويشن بالنسبه للفلو ريت، هيبقى عندنا بيسيكلي الاف 1 زائد اف 2 بتساوي كام؟ تساوي 1 لتر بير مينت، الكلام اللي موجود هنا دي اول ايكويشن. محتاجين ايكويشن ثانيه، هنعمل نفس الايكويشن بتاعت الاكسجين او 2 كونتنت اللي موجود عندنا. الاو 2 كونتنت اللي داخل عندنا هو عباره عن اف 1 في الكام، في النسبه بتاعت الاكسجين هنا كام؟ 100%. تمام مظبوط، زائد اف 2 في كام؟ 21%. الكلام ده مفروض ان هو يطلع لي في الاخر حاجه معينه. الحاجه المعينه هنا بالنسبه للكلام ده، يعني لو انا عندي دلوقتي كونسنتريشن 50% اكسجين والفلو ريت بتاعي 1، يبقى معنى كده هيبقى عباره عن 50% في 1 عشان ده التوتال اللي طالع لي هنا. فدلوقتي دي الايكويشن الثانيه، زي ما انتم شايفين كده عندي تو ايكويشنز في تو انونز، في منتهى البساطه اقدر احلهم. لو انا طرحت الايكويشن دي من الايكويشن دي على طول هتتحل، يعني بيسيكلي بص كده انت عندك الاف 1 في 1 وهنا في 1، فلو طرحت تو ايكويشنز دول هيطلع لي ال F1 هتبقى مضروبه في صفر، F2 هتبقى مضروبه في 0.79، والكلام ده يساوي ده الكلام ده 0.5 يساوي 0.5، يبقى تقدر تحسب ايه؟ F1 F2 بتساوي كام؟ 0.5 على 0.79. وانس حسبت ال F2 ترجع بقى تعوض في الايكويشن الاولانيه عشان دي ابسط واحده، تقدر تحسب ال F1 بعد كده. المساله اللي بالشكل ده هي دي اللي اكشوالي الفنتيليتور بيعملها او الميكسر بيعملها. اوكي الجاس ميكسر بيعملها، بيحل المساله دي، لان اليوزر ما بيقعدش يقول له دخل لي هنا كام وهنا كام وشوف لي بقى الاوتبوت يطلع كام، لا ما بيقولش كده. الدكتور بيقول انا عايز 50% اكسجين، اوكي عايز 60% اكسجين، هو بقى وعايز الفلو ريت بيساوي كذا، هو بياخد الارقام دي ويحل الايكويشنز دي وعلى اساسها بقى يحدد الفلو ريت اللي بياخدها من الاكسجين ومن الاير عشان الميكشر بتاعهم يدي الفاليوز المطلوبه من الطبيب. هل الفكره واضحه؟ ده فاريانت مهم قوي. الواحد ايه معلش؟ ال 21% هذه نسبه الاكسجين في المويه ولا ايش؟ نسبه الاكسجين في الهواء، ما ده اير اف 2 دي اير. ايوه اقصد هي، ما هي دي اوريدي احنا عارفينها من الجدول دي، المفروض انك انت عارفها، دي حاجه جيفن. اوكي انت عندك المفروض الجدول اللي احنا شفناه من شويه اللي هو ممكن ارجع اوريه لك، الجدول ده هو ده الجدول اللي فيه القيمه دي. لو انت حطيتها في السؤال ده، لو انت ناسي هي كام وحطيت 20%، اصل يا معلومه يعني معلش يعني كلنا اكيد نعرف ان خمس الهواء اكسجين، يعني لو حطيتها 19% حطيتها 20% 21 ستيل اوكي، قريبه مش وحشه مش مشكله. اوكي بس عامة هي المفروض انها 21% حسب الجدول اللي موجود عندنا في المحاضرة. اوكي؟ طيب ممكن نرجع للسويت، اي في سؤال لسه ما حليناهوش، سؤال اخير خالص.
سؤال رقم 7 ده بيتكلم بقى على الحاجات اللي هي زي الثيو 6. انا عندي دلوقتي ويف فورم، انا بقول لك دلوقتي انا بعمل باي فيزيك ويف فورم بالشكل ده كده، اقول لك احسب لي الانرجي من فضلك. اوكي، طبعا بنتكلم على الويف فورم دي انا حاططها بشكل كارنت، ده كارنت بيساوي الكلام ده. اوكي، فبيسيكلي بنتكلم على انت دلوقتي ده الزيرو بتاعك اهو كده، في عندك بولس فوق هنا كده وبولس تحت هنا كده كارنت. انت عارف اوريدي ان المفروض ان الانرجي بتاعتك بتساوي اي سكوير في ار في تي. اوكي، بس هنا انا عندي جزئين. اوكي، فاحسب كل جزء لوحده بمنتهى البساطه. اوكي، عندي الكرنت هنا 20، عندي الكرنت هنا ماينس 10، فيبقى عندي 20 بتكلم على الكرنت هنا امبير، يبقى مش محتاجين نغير حاجه. وقايل لك ان الريزيستنس اللي هي ثوراتيك امبيدنس قايل لك انها 100، مديالك 100، فمعنى كده تستعمل في الاثنين كده. التايم بتاع الاولاني هنا 6 ملي سكندز، يبقى اضربها هنا في 6 في 10 اس ناقص 3. احنا ناخد بالنا من اليونتس بقى، كل اليونتس تبقى كلها اس اي، زائد بقى نفس الكلام 10 سكوير، طبعا ماينس 10 مش هتفرق، لما تاخد سكوير هتبقى هي السيل في الاخر هتطلع 100 في 100 في هنا بقى مش 6 تبقى 4 اوكي، يدينا الانرجي بتساوي كام. هنا بس انا بحاول ان انا افكرك بالايكويشن بتاعت الانرجي، وان احنا لما يكون عندنا هنا باي فيزيك ويف فورم نقدر ان احنا نعملها بنفس الايكويشنز البسيطه دي. لو كان عندي ويف فورم بقى معقده، يعني عندي مثلا ويف فورم مش شرط انها تكون كده زي ما احنا شفنا، ممكن يبقى شكلها مثلا بتطلع كده وتنزل كده وبعد كده تطلع كده وترجع تاني تبقى كده وهكذا، ممكن يبقى في عندنا حاجات شكلها كده. في الاخر الحاجه اللي احنا بنعملها هي اكشوالي، لو انت عايز تشوف بقى الجنرال ايكويشن بتاعه الانرجي، هي الانتجريشن بتاع اي سكوير اوف تي في ار دي تي من زيرو لغايه وات ايفر بقى البي بتاعه الايه بتاعه الويف فورم. فهي بيسك لو هي بتتغير مع التايم، انا بحسب يعني بجيب لو هي دي الويف فورم بتاعه الاي، بجيب السكوير بتاعها واحسب الاريا اندر ذا كيرف، ويبقى هي دي بيسكلي في الاخر هي الحاجه اللي انا بحسبها بالنسبه للايه بالنسبه للويف فورم. طبعا لما اعمل سكويرنج للويف فورم دي هيبقى الحاجه النيجاتيف دي تطلع تبقى بوزيتيف. اوكي، دي الحاجه الجنرال، بس انا عمري ما اجيب لك حاجه في الامتحان تبقى يعني انا عايز تبقى عارف الفكره بس يعني لما اجيب لك حاجه في الامتحان اجيب لك حاجه تقدر تعملها انتجريشن، ما اقدرش اعمل لك حاجه تبقى شكلها كده واقول لك انتجريت بقى انت بمعرفتك بقى الكلام ده. اوكي، فالفكرة ان احنا بناخد السكوير بتاع الكرنت والاريا اندر ذا كيرف مضروبه في الار، هي دي بيسكلي الايه البايفيزيك ويف اللي هي سوري الانرجي بتاعتك اللي انت محتاجها. فممكن بشكل اخر ممكن اخد نفس الويف فورم دي لو انا عايز اعملها على الويف فورم اللي عندنا، لو جبت انا الكرنت سكوير هيطلع هنا دي كانت 20، يبقى معنى كده تبقى 400، ودي 10 يبقى معنى كده تبقى 100، ودي 6 ملي سكند ودي 4 ملي سكند. احسب بقى الاريا اندر ذا اي سكوير كيرف واضربها في الار، يبقى هي دي الانرجي. واضح يا دكتور. طيب نبص بقى الحاجات اللي لها علاقه بالهيموديناميك مونيتورنج، الحاجات اللي بنحسب فيها الكاردياك اوتبوت. بيسيكلي احنا عندنا دي الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم عليها الفيكس ميثود. اوكي، بيسيكلي احنا شفناها قبل كده المساله دي، بس خلينا ناخدها تاني، يعني شفناها اعتقد في المحاضره خدنا مثال عليها يعني اتكلمنا عليها، بس عامه عايزك تبص عليها اكتر عشان تبقى برضو شايفها بشكل اوضح شويه. بيسيكلي احنا فاكرين في الفيكس ميثود كنا بنعمل هي نفس طريقه الانديكيتور دايليوشن، بس كنا بنتكلم بقى على الانديكيتور اللي احنا بنستعمله كان الاكسجين. فاللي بيحصل ان احنا كنا بنقيس الاكسجين انبوت بالنسبه لليوزر. اوكي، نحسب يعني بيبقى في عندنا سبايرومتر بيحسب لنا الاكسجين كونسامشن. اوكي، طلع بالشكل ده كده، وبنحسب الارتيريال اكسجين كونتنت طلع بيساوي كده مللي لتر بالمللي لتر. هنا واخدها طبعا
عاده زي ما كنا بنشوف كان الوحدات بتاعتنا بتبقى ملي لتر بير ديسي لتر في على الاقل في المعامل بتبقى كده، بس دي كمساله اخرى يعني جايبها لك ملي لتر بير ملي لتر. اوكي الفينوس اكسجين كونتنت بيساوي 0.15. فبيسكلي الايكويشن بتاعت فيكس لو كانت بتقول لك ان الفلو ريت اللي موجود عندك هو في الاخر الكاردياك اوتبوت، وده نفسه بيساوي التغير في الانديكيتور بير يونت تايم على الكونسنتريشن في ارتيريال سايد على الفينوس سايد. ان بيسكلي الكونسامشن اللي احنا بنقيسه من بره دوت هو اللي بيعوض الفرق بين الارتيريال سايد والفينوس سايد كونسنتريشن. فبدلاله الكميه اللي احنا بنستهلكها دي نقدر لو قسنا الكونسنتريشن بتاع الارتيريال والفينوس سايد، الحاجه اللي بتربط الاثنين دول ببعض هي كميه الاوتبوت بتاع كارديك اوتبوت بتاع كفلو ريت بيساوي كام. اوكي فلو شفنا هنا الدي ام باي دي تي انا اوريدي عارف ان هي كذا لان هي دي الحاجه اللي انا بستهلكها كل دقيقه، فده الريت اوف كونسامشن اوف او2. الارتيريال سايد كونسنتريشن 0.2، الفينوس سايد كونسنتريشن 0.15. اوكي لو خدت بالك عشان هو فوق في ليترز هو بيسي حول كل حاجه لليترز، هو طبعا انت ممكن نتيجه لان كل الحاجات ملي لتر اوكي ممكن تمشي كل حاجه ملي لتر اوكي، بس في الاخر النتيجه بتاعتها تطلع لك ملي لتر بير مينيت، هو كله اكسبتبل مفيش مشكله، بس الوحدات المعتاده بالنسبه للكارديك او بتبقى ليترز عشان احنا بنتكلم دايما بتبقى في يعني لو انت كتبت ملي لتر يطلع لك 5000 اوكي فستيل اوكي كل الحاجات دي اوكي. اوكي تخلي بس الوحدات كلها كونسيستنت في كل حته، ولما تستعمل ليترز يبقى الوحدات هنا ليترز، لما تستعمل ملي لتر يبقى الوحدات هنا ملي لتر. اوكي فهي فيري ستريت فورورد. اوكي طريقه بنحسب فيها الكونسامشن اوف الانديكيتور، بنحسب الكونسامشن ده عمل فرق قد ايه بين الفينوس سايد وبين الارتيريال سايد، لان هو ده بيدخل بيعمل لنا الاليفيشن دوت في الاكسجين. الدم اللي موجود في الفينوس سايد بيرتفع الكونسنتريشن بتاعه نتيجه للكونسامشن بتاع الاكسجين من الخارج. اوكي فبالتالي نقدر على طول نحسب انها الكاردياك اوتبوت. شكلها عمليه سهله مش كده؟ شكل الموضوع فعلا لو انت تقدر تقيس الحاجات دي فعلا شكلها سهله، طريقه سهله جدا يعني، ما انتش محتاج بس غير انك تاخد عينات من الدم ارتيريال سايد وفينوس سايد وتحسب الكونسامشن بتاع الاكسجين من بره كام وخلاص وتحسب النتيجه. بس هي مش بالبساطه دي. اوكي طرق حساب الاكسجين سواء كانت من بره او سواء كانت من التحاليل اللي انت بتحللها للدم كلها فيها اخطاء، لو انت جمعتها مع بعض يطلع لك النتيجه في الاخر تبقى مش مظبوطه. فعشان كده الناس لقت ان الاكيورسي بتاعه الطريقه دي في الاخر بتند اب ان هي تبقى أسوأ من الطرق الاخرى. اوكي بس دي كفكره الانديكيتور دايلوشن، اول تطبيق للإنديكيتور دايلوشن عشان الناس تحسب بيه الكاردياك أوتبوت كان هو ده، فعشان كده فور سام تايم كان موجود وهو ده الناس بتستعمله. طبعا لو احنا بنتكلم على لو انتوا فاكرين بتاع الحاجات بتاع ثيو 6 اتمنى تكونوا خدتوها، انا كنت مدرس ثيو 6 كنا بناخدها. لو عندي ايرور في الكوانتيتي دي وعندي ايرور هنا وعندي ايرور هنا ممكن نحسب بقى الايرور في الاوتبوت هنا بدلاله الايرورز بتاعه الحاجات الثلاثه دول. اوكي لان احنا دلوقتي بنحسب حاجه الايرور فيها ديبندنت على الايرورز في القياسات الاخرى. اوكي فعامه بس عايزك تبقى فاكر بس ان طالما في عندك في المكونات بتاعه الحساب بتاع حاجه معينه في ايرورز يبقى معنى كده الايرورز دي هتكومباين وتطلع لك في الاخر في النتيجه اللي انت بتحسبها من الايه من الاندايركت ميجرمنت. طبعا هي اندايركت ميجرمنت لان انا عندي بقيس حاجه معينه بقياس حاجات اخرى. اوكي وبستعمل equation للقياسات الأخرى دي عشان أوصل بيها للحاجة اللي أنا عاوزها. فالقياس المباشر معنى كده أن أنا عندي sensor بيقيس لي على طول cardiac output مباشرة كده، قراءة مباشرة على طول. هنا مش كده. أوكي؟ طيب. الطريقة بقى اللي ابتدت تبقى more popular هي اللي بنتكلم على الرابيد انجكشن. في بالنسبه للجزء الاولاني كنا بنتكلم على الكونتينوس ادمنستريشن، كنا بنتكلم ان احنا دلوقتي البيشنت قاعد بياخد اكسجين طول الوقت، مش بديله جرعه اكسجين كده مركزه، ما اديلوش بولس اكسجين واسيبه، لا ما هياش كده. في الطريقه بتاعه فيكس ميثود كان الكونسنتريشن او الادمنستريشن بتاع الانديكيتور
بيبقى موجود طول الوقت. يعني البيشنت قاعد بيتنفس اكسجين وبياخد كونسامشن، يعمل كونسامشن اكسجين بطريقه كونتينوس طول الوقت. هنا بقى في الـ في الرابيد انجكشن او البولس ميثود، انا بحقن بولس وابتدي اتابعها بقى يحصل معاها ايه. فزي ما اتفقنا اللي بيحصل ان انا دلوقتي بحقن في مكان وابتدي اشوف الكونسنتريشن في مكان تاني، اوكي، فالاقي الكونسنتريشن البولس اللي انا حقنتها تبتدي تمشي في الدم توصل للمكان اللي انا فيه لغايه لما اشوف ان انا خلاص البولس هي بتعدي لغايه لما بقت خلاص، يعني بقت يعني في المكان ده خلاص بقت كل المكان بقى كل البولس اللي انا عملت لها انجكشن دي، ويبتدي بعد كده يحصل كليرنج، يعني يبتدي البولس دي تتحرك تمشي من المكان اللي انا بقيس فيه. يعني انا دلوقتي فكر كده ان انا عندي حاجه كده، انا دلوقتي عملت انجكشن هنا، اوكي، وعندي الحاجه اللي انا بقيس بيها هنا، اوكي، ده السنسور، اوكي، انا حقنت كميه هنا كده، اوكي، الكميه دي هتبتدي تتحرك عشان توصل هنا، هتبقى هنا وبعد كده تبقى هنا، تتحرك شويه لغايه لما في الاخر تبتدي تبقى هنا كده، بعد كده تتحرك من هنا كده تبقى هنا، بعد كده تبقى هنا، لغايه لما في الاخر بتباس من السنسور خلاص. فالسنسور هيحس باختلافات اول لما البولس دي تبتدي توصل وتبتدي تعلى 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 لغايه لما توصل بيك معينه وبعد كده تبتدي تنزل، اوكي. هي المفروض انها تنزل بالشكل ده كده، يعني تنزل لغايه ما توصل تبقى زيرو، بس اكشوالي نتيجه للريسيركيليشن بتاع الانديكيتور ده، لان طبعا الدم بتاعنا بيبقى يعني الحاجه اللي بتخرج من هنا ما تبقاش طبعا ما تبقاش محدوده اول حاجه كده، بتبقى عاده بتبقى اكتر من كده شويه، والدم عامه عبال ما يكون النهايه وصلت بتاعه البولس، البدايه ممكن تكون وصلت من الناحيه الثانيه من خلال الريسيركيليشن بتاع الدم. فبالتالي الحاجه اللي انت بتقيسها فعليا بيبقى شكلها كده، اوكي. انت عايز تعرف بقى البولس نفسها ايه اللي حصل فيها، انت بتعمل بقى حاجه زي اكسترابوليشن كده، انت بتشوف الجزء ده وتتخيل ده كان المفروض يمشي ازاي، فده انت بتعمل له استيميشن، اوكي. فدي البولس بتاعتك، اوكي. فالبولس دي ممكن تكون حاجات كتيره مختلفه، قلنا ممكن تكون راديو اكتيف ايزوتوب، ممكن تكون حراره، ممكن تكون ماده كيميائيه، واتيفر. وفي الاخر طبعا في خصائص لكل المواد دي بحيث ان هي تبقى كومباتيبل مع الجسم، ما تبقاش فيها مشكله في الباي كومباتيبلتي عشان ما تعملش اضرار جانبيه. في الحاله بتاعتنا دي بنتكلم على الثيرمو دايليوشن، هي الموست كومن ميثود اللي مستعمله في الوضع ده. والثيرمو دايليوشن اكشوالي احنا بنتكلم على ما بنحطش حراره بقى، بنحط بروده، اوكي. يعني الدلتا اي بتاعتنا دي بتتكلم على ماينس 30 ديجريز كلفن، طبعا 30 ديجريز كلفن هي نفسها سنتيجريد، يعني الفرق طالما دلتا يبقى هي نفسها الدلتا هي نفسها سنتيجريد، ما فيش اختلاف يعني ديجري سنتيجريد، اوكي. ففي الاخر بنتكلم على الفرق بتاعنا هو موجود عندنا اوريدي كده. احنا بنحتاج بقى من الايكويشن دي عشان نحسب بقى من الايكويشن دي الفلو ريت بتاعنا اللي هو كاردياك اوتبوت بتاعنا، بنحسب كميه الحراره اللي كانت موجوده عندنا في البولس، ونحسب بقى الاختلافات اللي في الدم اللي هي بيسك بتكورسبوند لايه، الكورسبوند للكوانتيتي بتاعه الحراره اللي انا عملت لها ادمنستريشن دي. طبعا احنا بنتكلم هنا الحراره بتبقى نيجاتيف نتيجه ان احنا بنتكلم على ان هي دلوقتي احنا عملنا ريدكشن للحراره مش عملنا اليفيشن للحراره، فمعنى كده الكيو بتاعتنا اللي هي بتساوي الفوليوم بتاع الانجكتيت اللي احنا بنحطه اللي هو الحاجه اللي انا بحقنها في الدلتا تي بتاعتها في الدنسيتي بتاعه الانجكتيت دوت في الكونسنتريشن بتاعه بيساوي كام، او سوري اللي هو السبيسيفيك هيت بتاعه بيساوي كام، سي اي هي السبيسيفيك هيت بتاع الانجكتيت اللي هو الماده اللي انا بعمل لها حقن داخل الدم، اوكي. فمن هنا انا عندي الكلام ده كله موجود، الفي موجوده، الدلتا تي اي موجوده، الرو اي موجوده بتاعت الانجكتيت السبيسيفيك هيت سوري الدنسيتي بتاعتها موجوده، السبيسيفيك هيت بتاعها موجود، وكل الوحدات شكلها كومباتبل، كل الوحدات شكلها كلها كلفن، كلفن جرام كيلوغرام متر، كلها اس اي يونت. فعلى طول من الحاجات دي اقدر احسب الايه، من دول اقدر احسب الكيو بتساوي كام على طول مباشره كده، اوكي. زي ما انت شايف هتضرب الاربعه في بعض بيسيكلي يعني، اوكي. بس هنا بس خد بالك ان انت الملي لتر دي لازم تحولها لايه، متر كيوبت، عشان دي بقى كلها كومباتبل. سوري انا ما خدتش بالي ان دي مش كومباتبل،
اوكي، فلازم تحط دي متر كيوب وبس، يعني هتبقى في الاخر النتيجه بتاعتك الكيوب بتاعتك بتساوي 10 في 10 اس 3 سوري ملي لتر، هتبقى يعني معنى كده 1 سنتيمتر، يعني معنى كده بنتكلم في 10 اس ناقص كام الليتر اصلا 10 اس ناقص 3 صح كده؟ بتاعي صح كده سنتيمتر، لا بتاعي المفروض 10 اس ناقص 6 بتاعي سوري، عشان دي سنتيمتر يعني بنتكلم على سي سي سكوير، مليليتر هو سنتيمتر كيوب، فمعنى كده تبقى في الاخر عشان احولها لمتر كيوب تبقى تضرب في الفاكتور دوت في دلتا بالماينس، خليها بالماينس زي ما هي، في الرو 1005 في السي اي 4170، يبقى معنى كده احصل على الكيوب بتساوي كام. الحاجات الاخرى موجوده، ايوه موجوده، انا مديك الانتجريشن بتاع الكيرف دوت اوريدي مديهولك بيساوي كذا، يعني ده على طول موجود عندك، يعني محتاج الانتجريشن دوت هو الانتجريشن بتاع الكيرف، الجزء اللي هو اللي انا قيسته بالاضافه للجزء اللي عملت له استيميشن عشان اجيب البولس نفسها التغيرات فيها او الكميه بتاعه التغير الموجود عندي من اول ما ابتدت لغايه لما انتهت بتساوي كام اوريدي جيفن. فالروبي موجوده اللي هي 1060 في السي بي موجوده برده 3640 في الكلام ده بيساوي ماينس 5 بيسكلي، في الاخر لو قسمت الاثنين دول على بعض يعني قسمت ده كله كده على بعض هيدي لك الفلو ريت اللي هو الكارديك اوتبوت، خلينا نكتبها سي او اللي هو الكارديك اوتبوت. هي مساله زي كده بس مجرد ان انت لما بتشوف ايكويشن زي كده ممكن ما تبقاش متخيل قوي ايه الحاجات اللي موجوده فيها دي، لما مجرد ان انت بتشوف بقى الارقام وتعوض وتطلع بتشوف بقى حاجات مختلفه شويه بتحاول تفهم الكلام بشكل اكتر شويه. اي سؤال؟ طيب اخر حاجه خالص هنتكلم فيها النهارده جزء الحقيقه مهم قوي، لان يعني احنا اتكلمنا فيه بس عايز امفاسايز الكلام فيه تاني شويه. السؤال اولا هنا بيقول لك if oxygen partial pressure in blood is 100 millimeter mercury estimate the approximate value of arterial oxygen saturation. السؤال بيجي كده على فكره مش معاه اي حاجه تانية، اوكي مش معاه مثلا رسمه زي مش معاه الصوره دي، اوكي فانت لازم تعرف ان الاكسجين ساتوريشن لازم يبقى علاقته بالبريشر هي علاقه الاكسجين هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف، اوكي ده الاكسجين هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف اللي احنا اتكلمنا عليه. الكيرف دوت بيوري لك ان انت العلاقه بين الاثنين بين الساتوريشن وبين البارشل بريشر ما هياش علاقه لينير، لا ده علاقه نون لينير، اوكي يعني بنتكلم على من 0 لغايه 50 بنبقى ماشيين تقريبا لينير او اقل شويه من 50، اوكي بعد كده بتبقى هايلي نون لينير بتساتوريت في الاخر. فمعنى كده لو جيت بصيت هنا دلوقتي عند الايه الرقم اللي مديه اللي هو 100 مليمتر ميركوري، حد يقدر يقول تقريبا الاكسجين ساتوريشن هيبقى بيساوي كام؟ من الكيرف دوت كده يبقى الاكسجين ساتوريشن هيساوي كام؟ اولموست 100% انت هنا في النقطه دي دلوقتي اولموست 100%، اوكي فمعنى كده يعني دي السؤال بيقول لك كده. بس النقطه بقى انا عايز الفت نظرك للتغيرات اللي في الكيرف دوت عشان هي دي مهمه قوي ويجي لك فيها اسئله كتيره الحقيقه ولها علاقه بحاجات كتيره بتحصل براكتيكالي. هي اول حاجه طبعا بالنسبه للشكل ده كده ده الحاجه اللي احنا بنشوفها في الدنيا، دي الحاجه اللي هي موجوده في يعني دي الحاجه الحقيقيه اللي بتحصل. فبدايه لما بتكلم على الجزء اللي هنا دوت الجزء الاولاني ده العلاقه فيري لينير وبيحصل تغيرات سريعه بالنسبه لتغيرات يعني ما هياش كبيره قوي في البريشر. فمعنى كده لو انا اعتمدت على الاس بي او 2 عشان يحسب لي الاستيميت للاكسجين ساتوريشن بيبقى فيري سنسيتيف في الجزء دوت،
اوكي يعني ده بيبقى فيري سنسيتيف. سنسيتيف معناها تغير صغير في الانبوت بيدي لك تغير صغير في الاوتبوت. انا اللي يهمني في الاخر انا ما يهمنيش ساتوريشن، يهمني البارشل بريشر بتاع الاكسجين، هو ده الحاجه اللي موجوده اللي لها علاقه بالاكسجينيشن بتاع الدم والاكسجينيشن بتاع التيشوز، هي دي الحاجه اللي انا بحاول اقيسها. انا لا يعني كلمه ساتوريشن او قياس الساتوريشن في حد ذاته يعني مش هو ده الهدف، ده هو يعني وسيله عشان اقدر استيميت بيها تقريبا البارشل بريشر بيساوي كام. اوكي فمعنى كده بتكلم على في الجزء الاولاني لو انا قست ده بقدر استيميت على طول باكيرسي عاليه اقدر ايه اعرف منه البارشل بريشر بتاع الاكسجين كام. انا ما عنديش وسيله اقدر اقيس ده مباشره، فبقيس ده عن طريق البالس اوكسيمتر ومنه اجيب ده. ففي الجزء الاولاني الاس بي او 2 ممتاز جدا، مفيش اي مشكله خالص. لما يكون عندنا نقص في الاكسجين في الدم الاس بي او 2 بيبقى رائع جدا. طب لو احنا بقى في الجزء اللي فوق ده زي ما انت شايف كده هنا هيودي لك هديك مثلا نقطه معينه. اوكي لما كل ما بروح مثلا حته ثانيه هتلاقي بيسيكلي عندك رينج كبير ممكن يوصل لرينج صغير هنا. اوكي يعني بمعنى لو انت عندك هنا لو بتكلم مثلا هنا على فرق 20 مثلا، خلينا نتكلم بين ال 80 وال 100. اوكي بين ال 80 وال 100 ده 20% في الساتوريشن. كويس 20% ساتوريشن بتكورسبوند ل 50 مليمتر مركري فرق، في حين ان انا كان عندي هنا من 0 ل 20 بتدي لك فرق مثلا يعني اولموست قد او يعني فرق صغير جدا. هي يعني معنى الاكيرسي هنا اللي انا بقدر اجيبها هتبقى اعلى، لان هنا حاجات جنب بعض ممكن يبقى فيه فروقات بينها كبيره وتدي لك هنا فروقات صغيره، او العكس سوري فروقات صغيره هنا تدي لك هنا فروقات كبيره. اوكي فبيسيكلي المعنى بتاع الكلام ده ان الجزء اللي هو فيه الاكسجين ساتوريشن او الاكسجين بريشر بارشل بريشر اعلى من 50 مليمتر مركري هتلاقي الاس بي او 2 في الفروقات بقى اللي فوق ال 80% ما هوش فيري سنسيتيف، يعني ممكن يحصل تغيرات في البارشل بريشر ويطلع لك مثلا في الاخر فرق مثلا 1% في الاكسجين ساتوريشن. يعني من 80 لمثلا ل 85% ممكن يبقى فرق مثلا 30 مليمتر مركري مثلا. اوكي فحاجه طبعا تعتبر سيجنيفيكانت، يعني في فرق ما يكون في بيشنت 50 وفي فرق ما يكون في بيشنت 80، في فرق بين الاثنين واحد نورمال واحد اب نورمال. اوكي فبالنسبه لاول حاجه بالنسبه للاكسجين هيموجلوبين ديستريبيوشن كيرف بيقول لك ان انت في الجزء اللي فيه البارشل بريشر بتاع الاكسجين عالي بتلاقي ان السنسيتيفيتي بتاع العلاقه بين الساتوريشن اكسجين ساتوريشن والبارشل بريشر ما تبقاش كويسه. اوكي على فكره لو انتوا فاكرين من الديفينيشن بتاع السنسيتيفيتي 306 هتلاقي ان السنسيتيفيتي كنا بنعرفه انها السلوب بتاع الكيرف، يعني زي ما انت شايف هنا السلوب عالي، السلوب هنا اولموست صفر. اوكي زي ما انت شايف كده في الحته دي. اوكي كل ما السنسيتيفيتي كل ما السلوب عالي كل ما كان السنسيتيفيتي عاليه، فالسنسيتيفيتي هنا اولموست زيرو، يعني هنا ما فيش عندك سنسيتيفيتي خالص اساسا، يعني ممكن رينج كامل زي ما انت شايف كده ممكن 20 مليمتر مركري وما يبقاش فيه اصلا، ما تقدرش تميزهم من بعض بالنسبه للبارشل بريشر، ما تقدرش تميز من يعني الساتوريشن بيوصل اولموست 100% لرينج واسع من البارشل بريشر بتاعت الاكسجين. الحاجة التانية برضو اللي عايزك تنتبه ليها هي ازاي الكيرف دوت بيتغير فيسيولوجيكلي وباثولوجيكلي. فيسيولوجيكلي يعني داخل الجسم في حالة الشخص العادي او الشخص اللي ما عندوش اي مشكلة نورمال بيرسون بيحصل تغيرات في اماكن مختلفة داخل الجسم والتغيرات دي كلها نورمال، وفي تغيرات بتحصل نتيجة الامراض. التغيرات دي بتعمل حاجه يا اما اسمها رايت شيفت يا اما اسمها ليفت شيفت. اوكي رايت شيفت معنى كده بنتكلم على الكيرف بتاعي بيبقى كده، ليفت شيفت معناها ان بيبقى كده. اوكي بيسيكلي الليفت شيفت، خلينا نتكلم عن الرايت شيفت الاول. الرايت شيفت بيسيكلي معناها ان انا دلوقتي عند نفس البريشر، يعني مثلا اتكلم على 40 مثلا، الساتوريشن هنا 60% في حين انه هنا ممكن يبقى 75%. اوكي ايه معنى الساتوريشن هو يقل بالشكل ده كده؟ معنى الساتوريشن يقل معنى كده الساتوريشن ده لو انت فاكر الديفينيشن بتاعه هو نسبه الاوكسي هيموجلوبين
خلينا نكتبها مثلا اوكسي هيموجلوبين على التوتال هيموجلوبين. اوكي، فمعنى كده انت بتشوف دلوقتي نسبه الاكسجينيشن اللي موجود عندك في الهيموجلوبين، او الهيموجلوبين ده يقدر يشيل اكسجين قد ايه، او كام في الميه منه شايل اكسجين بالنسبه للتوتال. فمعنى ان اقول لك دلوقتي ان حصل ريدكشن دلوقتي في الساتوريشن، معنى كده ان نسبه الاكسهيموجلوبين بقت اقل، معنى كده كميه الاكسجين اللي متشال على الهيموجلوبين بقت اقل. اوكي، يبقى معنى كده ان انا دلوقتي يعني لو انا فرضا اتحركت من النقطه دي بقيت في النقطه دي، يبقى معنى كده هيحصل ريليس للاكسجين، لان دلوقتي كان في هيموجلوبين شايل اكسجين، دلوقتي مش هيشيل اكسجين خلاص، عشان بيسيكلي هيبقى نسبه بتقل، نسبه الاكسهيموجلوبين بتقل، فبالتالي انا كده بريليس اكسجين. فمعنى كده الرايت شيفت في الاكسجين هيموجلوبين ديستريبيوشن كيرف معناها ان انا دلوقتي بريليس اكسجين. اوكي، الكلام ده بيسيكلي بيبقى مفيد ليه؟ مفيد علشان انا بحتاج ان انا في النقطه اللي انا باخد فيها اكسجين من الالفيولاي محتاج ان انا اشيل كتير، بس انا زي العربيات النقل مثلا بنقل حاجه من مكان لمكان، كويس، انا باخدها من مكان وعايز ريليس الحاجه دي في مكان تاني. لو فضلت في نفس الكونديشن وشكل الاكسجين هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف شكل زي ما هو كده مش هيتغير، هيروح ويرجع زي ما هو. انا عايز في المكان اللي فيه التيشوز، المكان اللي انا بقى مفروض ان انا اودي اوصل ليه الاكسجين، عايز دلوقتي يحصل ريليس الاكسجين. فاللي بيحصل فعليا فيزيولوجيكلي، ودي الحاجه يعني نورمالي بتحصل، ان الكيرف بيشيفت رايت عند التيشوز، وبيشيفت رايت ليه عند التيشوز زي ما انت شايف كده. واحد من الكوزز بتاع الرايت شيفت ان هو الانكريس سي او 2. لما تروح في مكان فيه كونسنتريشن عالي من السي او 2 اللي هو زي التيشوز اللي محتاجه اكسجين، هي خلاص خدت الاكسجين وحرقته بقى في عندها سي او 2، بيحصل اوتوماتيكلي ان الكيرف بيشيفت رايت. على فكره دي ريليتد لدي برضو، لان لما بيحصل انكريز للسي او 2، السي او 2 مع الميه اللي موجوده عندنا في الدم بيعمل لك الكربونيك اسيد، فيقلل البي اتش. لو بي اتش معناها اللي بيبقى عندك اسيديتي. اوكي، فالاثنين دول مرتبطين ببعض يعني. اوكي، ففي الاخر فيسيولوجيكالي ربنا سبحانه وتعالى مخلي ان العلاقه بين اللي هو الاكسهيموجلوبين او علاقه الهيموجلوبين بالاكسجين بتتغير حسب المكان اللي موجود فيه الهيموجلوبين. لما بيكون عند المكان اللي فيه الجاس اكسشينج في الالفيولاي بيقدر يشيل كتير، بيبقى في النورمال كيرف بتاعه. لما بوصل للمكان اللي محتاج اكسجين اللي فيه سي او 2، بيسيكلي اللي بيحصل فيه العكس بقى، ان هو بيبقى الاسوسيشن بتاعه مع الاسوسيشن بتاع الاكسجين مع الهيموجلوبين يبتدي يقل. فمعنى كده بيبقى فيه اكسجين ريليست، والاكسجين الريليست دوت مش محتاج ان هو يدوب في الهيموجلوبين في البلازما ولا حاجه، ده بيديفيوز يروح للتيشوز ويعمل اكسجينيشن للتيشوز. في عندنا بقى الشيفت ليفت، ده مختلف بقى. شيفت ليفت ده معناه ان انا العكس بقى دلوقتي. اوكي، العكس معناه ايه؟ لو خدنا نفس الرقم ده كده طلعنا فوق عند 40 دلوقتي، انا كنت 75 دلوقتي بقيت 85. 85 معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي اللي حصل ان انا يعني بقيت شايل اكتر، بقى نسبه الاكسهيموجلوبين بالنسبه للتوتال هيموجلوبين بقت اكتر. يبقى معنى كده انا بتكلم ان انا دلوقتي بحتفظ بالاكسجين، مش عايز ريليس اكسجين. اوكي، فالكلام ده الحقيقه بنتكلم ان هو يعني بيسيكلي بيبقى في الحاله دي بيبقى في ريدكشن للاكسجين ديليفري تو ذا تيشوز. لو انت عندك شيفت ليفت بالشكل ده كده بيبقى يعني الاكسجين ما بيبقاش ريليس للتيشوز، دي حاجه مش كويسه طبعا. اوكي، فبنتكلم على الحاجات طبعا ممكن تحصل في حالات مرضيه، لما بيكون عندنا الدم بتاعنا قلوي، لما يكون في حراره قليله، لما يكون فيري لو تمبرتشر. اوكي، لما يكون في بعض الانزيمز مثلا بيبقى برضو نفس الكلام، بعض الانزيمز اللي بيفرزها الجسم بتعمل نفس الحاجه دي. الفيتال هيموجلوبين بيبقى كده على فكره، الكيرف بتاع الفيتال هيموجلوبين هو بطبيعته كده. الحاجه اللي احنا ناخدها في اعتبارنا انها تكون خطيره شويه، الميت هيموجلوبين او بيسموها حاجه بقى، المرض اللي بيبقى فيه الميت هيموجلوبين بيبقى نسبته كبيره.
لو انتوا فاكرين الميت هيموجلوبين ده، الهيموجلوبين بدل ما كان فيه الحديد اللي موجود فيه الهيموجلوبين كان فيرس كان فيرك، اوكي؟ فعارفين ان هو الحديد بيبقى له تكافؤين بيسيكلي، لو التكافؤ بتاع الحديد اللي موجود فيرس بيبقى الطبيعي، لو كان فيرك بيبقى الميت هيموجلوبين بقى. فالميت هيموجلوبين بنعتبره واحد من الديسفانكشنال هيموجلوبين، وللاسف من الحاجات اللي بيعملها الديسفانكشنال هيموجلوبين لو يكون ميت هيموجلوبين بالذات، مش بس ان هو ما بيشاركش في ان هو يشيل، ده بيعوق كمان انك انت يعني تريليس الاكسجين للتيشوز، اوكي؟ يعني بيسيكلي اكن احنا متخيل مثلا سيارات نقل بتنقل حاجات من مكان لاخر، في عندنا كام سياره نقل كده قالت مش هنشيل حاجه، ومش بس كده بتروح تقف في المكان اللي الاكسجين المفروض او اللي الحاجات الحموله دي المفروض تنزل فيه، وتمنع ان السيارات اللي محمله بالحموله دي تنزل تنزل الحموله بتاعتها، فبتعمل تاثير من ناحيتين، اوكي؟ فالحقيقه اللو شيفتد او الليفت شيفتد كيرف دي بيبقى المشكله فيها هي ان بيبقى في مشكله في الريدكشن اوف اكشن ديليفري تو ذا تيشوز، اوكي؟ فدي حاجه خطيره. عشان كده تلاقي مثلا الناس اللي لو فرضا مثلا الدنيا برد شويه، هتلاقي مثلا الناس تحس ان لون البشره بتاعتها ازرق شويه، اوكي؟ ليه؟ علشان انت بتديليفر، يعني بقى في دلوقتي نسبه الدي اوكسي هيموجلوبين بقت اكتر، اوكي؟ فدي واحده من الحاجات الخطيره. هي بالنسبه للرايت شيفت بنتكلم بقى على ان الاكسجين ديليفري للتيشو بقى اعلى الحقيقه. عايزك تبقى عارف بس الكيرف دوت، تبقى فاهم هو بيمثل ايه، تبقى فاهم ان احنا بنقيس الاكسجين ساتوريشن علشان منه نحاول نستيميت البارشر بريشر بتاع الاكسجين اللي موجود عندنا داخل الدم. وبيسيكلي هي دي المعلومه اللي انا محتاج ان انا اعرف. تغير وضع الكيرف دوت بيبقى مهم جدا برضو ان هو نبقى عارفين ان هو بيعمل ايه بالظبط، علشان ده بيبقى يعني في اعراض معينه بتبقى اسوشيتد بيه، اوكي؟ فبالتالي بنتكلم على ان انت لما بيكون عندك مثلا مشكله مثلا في حاجه معينه، بتشوف بعد كده المشكله دي ممكن تاثر ازاي الاكسجينيشن عشان تحاول انك انت تحلها، اوكي؟ هل في اي سؤال بالنسبه للجزء ده؟ انا حاولت اجيب الكيرف دوت، او يعني لقيت فيه شكل اللي هو اللي فيه الحاجات الليفت شيفت والرايت شيفت والاسباب والكلام ده كله. طبعا الكلام ده مش هسالك عن اكتر حاجه، يعني الحاجه اللي هسالك عليها هي الحاجه اللي في المحاضره، بس عايزك تبقى متخيل اكتر شويه ايه الاسباب وايه المعنى بتاع كل واحد من الحاجات المختلفه، اوكي؟ الجزء ده ممكن يجي لك كسؤال ام سي كيو، اقول لك مثلا لو في عندنا تمبرتشر مثلا هاي تمبرتشر، هاي تمبرتشر هنا عكس اللو تمبرتشر بتخلينا نبقى رايت شيفت، اقول لك مثلا الكلام ده بينكريز الاكسجين ديليفري ولا بيديكريز الاكسجين ديليفري، اوكي؟ فده يبقى سؤال بالشكل ده كده. او اقول لك مثلا في احط لك كذا فاكتور كده، اقول لك الريديوس اكسجين ديليفري تو تيشوز كان بي كوز باي لو بي اتش، اوكي؟ لو تمبرتشر، هاي بي بي جي انزيم مثلا، اوكي؟ وانت تشوف مثلا اني واحده فيهم اللي هي فعلا بتقع تحت دول، اوكي؟ طيب هل في اي اسئله اخرى عندكم بالنسبه للنظري؟ طيب ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقى في نفس المحاضره دي، نفس التيتوريال دوت هيتكرر تاني، لو انت حبيت تحضره تاني، لو انت مثلا فكرت ان انت في حاجه معينه عايز تسال عليها تاني، ممكن تدخل بسرعه تسال في حاجه وتكمل بعد كده نعمل بتاعك. كل اسبوعين بقى يبقى في مجموعه اسئله جديده، الاسئله دي اعتبرها يعني اكشوالي هي جزء كبير منها، اكشوالي هي جزء من اسئله اختبارات قبل كده، اوكي؟ اختبارات انا كنت اختار يعني في الماده اللي كنت بدرسها زمان، يعني نفس الماده دي كنت بدرسها في وقت سابق يعني، فممكن تاخد منها افكار برضو او تحاول تفهمها عشان ممكن يبقى منها افكار برضو في الاختبارات القادمه ان شاء الله. اي سؤال قبل ما ننهي التيتوريال؟ طيب عموما لو في اي سؤال زي ما بقول لك، انت ممكن يا اما ترسل لي يا اما تنتظر للتوتوريال القادم اللي انت هتبقى حاضر فيه، وربنا ان شاء الله يوفقك باذن الله.
شكرا جزيلا، نراكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.